الحصة طبعا عربي، وهن احنا قبل كده اخذنا بعض الكلمات واخذنا الحرف الاول من الكلمة. عندنا مثلا الصور دي اخذنا كلمة اب، الكلمة دي كلمة اب، كلمة اب الحرف الاول في كلمة اب أب 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 أب. اخذنا كلمة دجاجة، دجاجة دجاجة، الحرف الأول في دجاجة د د د. ولد ولد ولد، الحرف الأول و و. بقرة بقرة، الحرف الأول في كلمة بقرة ب. لبن لبن، الحرف الأول في كلمة لبن لا. والحرف أ قلنا أدي فيها شوفوا همزة، والهمزة عليها فتحة، الداء برضو فتحة، عرفنا الحركة دي اسمها شنو؟ اسمها فتحة، اسمها شنو؟ اسمها فتحة. طيب نحن دايركتيف الحروف اللي نحن أخذناها، كلمة أب قلنا الحرف الأول أ، يلا نقول أ أ أ. دجاجة الحرف الأول د د د د. كلمة ولد الحرف الأول و و و. كلمة بقرة الحرف الأول ب ب ب. كلمة لبن الحرف الأول لا. دي الحروف اللي أخذناها أ د و ب لا، أ د و ب لا. الحروف دي كونا منها كلمات وكتبناها في الكراس. كونا أول حاجة كلمة أب، أب تكونت من كم حرف؟ من أ والحرف ب، وب في آخر الكلمة بنكتب بالطريقة دي نرفع شوية. دي كلمة أب، الكلمة دي أب أب أب. تاني كونا شلنا حرف الوا وحرف اللا وحرف اللا وحرف الدا، لا كونا منه كلمة شنو؟ ولد. كونا منه كلمة شنو؟ ولد. تاني شلنا حرف الباء وحرف اللا وحرف الدا، كونا منها كلمة بلد، كلمة بلد. يعني الكلمات اللي هسه كتبناها وعرفناها أ ولد بلد. أ مكون من أ با، لو قال لي حبيبيها واستهجيها، ولد ولا دا، بلد ب.